كبيرة كتير يا شيخة. لك رح ساعدك، بس حتى زوجك مالي ضمنانة أنه عمك ما يكون لعبان بعقله. ما بعرف شو بدي قلك، بتشكرك. بتتشكريني لما بتوعديني ما عاد تعيديها، وبتستنيني لبعد الظهر لأرجع لحتى نشوف شو بدنا نعمل. ألو، أهلين هدى. لا الحمد لله صارت منيحة ووعدتني ما عاد تعيدها. إيه إذا حابة بيكون أحسن، بتطمن علي أكتر. باي. هدى رح تجي لعندك لتدير بال عليكي. يلا باي. باي. تشرب كاس زيت الزبوره. نشرب بعمرك. عيلة، حلمي يكون عندي عيلة واولاد وبيت صغير بس يكون حلو دافي. يعني عكس البيت اللي عشتي فيه مزبوط؟ ايه صح. شو اللي عرفك؟ عادي، لانه دائما احلامنا بتكون عكس واقعنا. مدرية، انت مين توفى؟ امك ولا ابوك؟ امي مسكينة بعد شهر واحد. شهر واحد مو أكتر. تزوج أبي مرة تانية، مو بس هيك نيمها بغرفته فوق أغراضها وجبرنا ناديلها. يا أمي أنا لو محلك بعمل أي شيء بالدنيا لصير وحدة تانية. خلص كل شيء صار معك نسيك بي ورا ظهرك. قولي لحالك أنا من يوم ورايح وحدة جديدة، بنت قوية، ما عاد بدي أسمح للرجال بالعالم إنه يأذيني أو يزمني. فهمتي كيف؟ البنت فينا يا بدرية لازم تدافع عن حالها، يعني مثل ما عملت الست دلال مع نيبال لما كانت صغيرة. الست دلال؟ اي الست دلال. انتو بتشوفوها من برا انه قوية وقاسية، بس هي من جوا حدا كتير طيب وحنون. هي بتقسى على البنات لانهم بتعتبرهم مثل بناتها، وبدها اياهم يصيروا قوايا وما حدا يكسرهم. عرفتي كيف؟ معقول؟ ما بعرف، انا بخاف منها. بالعكس، هي بتعلمك انه ما عاد تخافي من حدا. لا تشوفيها من برا انها قاسيه.